الطعم جديد والمعنى كبير. يعني النهارده معانا محشي الكوسة، هنعمل الحشوة ني في ني، هنشوف نعملها مع بعض ازاي. مقادير الكوسة المحشية باللحمة والرز، معانا لحمة مفرومة كمية قليلة ولتكن مثلا على الكيلو الكوسة 100 جرام 150 جرام، يعني نطعم الرز باللحمة شوية. حلو الكلام، ضاري كندوز اللي عندك. معانا كوسة ملاحظين حضراتكم كلها حبة واحدة بحجم واحد، بنشتريها خضرة وطازة، وأرجوك تنزلي تشتري الخضار بنفسك، بتحس بالمتعة الإلهية الكبيرة من نعم ربنا علينا. خضارنا الكوسة، الجزر، البطاطس، كل ده معانا. بقدونس معانا، دبس الرمان معانا، فلفلة حلوة ده في الحشوة بتاعت الكوسة، معانا رز مصري ده أساسي. وما تتهوريش وتعملي المحشي بالرز البسمتي، أرجوكي محاشي يعني رز مصري في المرتبة الأولى عشان تاكلي وتستطعمي المحشي كويس. معانا طبعا شوية حب اللي هي التوابل والبهارات الحلوة وحبك للمطبخ. حلو الكلام، حلو الكلام. معانا صوص طماطم على النار بيتسبك مسبقا، حاطينه من ساعة ما بدأنا علشان إيه الحلاوة دي. بص على الشقاوة هنا، شوية صوص طماطم بيتكلموا عن نفسهم. بصلية ناعمة، تومة ناعمة، شوية زعتر، شوية بهارات، فص مستكة، تضرب الطماطم في الخلاط تحطيها تسيبها تغلي. عندك في التلاجة شوية شوربة لحمة مش هيقولوا لأ، شوربة فراخ مش هيقولوا لأ، تغلي على النار يعني بتتسبك على النار. الطماطم دي اللي هتخلي للمحشي دي طعم وشقاوة. نبص عليها كده، دي من البداية أنا مجهزها ومحضرها أهي. شفت القوام بتاعها؟ فيها طعم وفيها كل حاجة. بصلة، تومة، شوية بهارات حلوين، ملح وفلفل، حطيت لها شوربه، اهلا وسهلا. عندك حته ليا في التلاجة طلعيها وحمريها وخدي الزبده بتاعتها حطها فيها. الطعم ده في ايدك، هو دي القصه. حلو الكلام، تعالوا نشوف نعملها مع بعض ازاي. هنخلي صوص الطماطم ده كده على نار هاديه، والطاسه دي على نار شديده، ونبدا نعمل مع بعض حشوه الكوسه على الطريقه المغازيه. حلو الكلام، حلو الكلام. هدي النار كده بس شويه عشان انا مش عايز نار شديده. حلو الكلام. طيب لما تيجي تعملي محشي الكوسه باللحمه المفرومه، غير انك تعمليه بالرز بس، طبعا اللحمه المفرومه هنا انا هخليها كميه قليله بس ني في ني. حلو قوي، تعالوا نشوف ازاي هنعمل الحشوه بتاعتنا. الرز ده الاساس اهوت، وانا ما بحبش الرز كتير في الحشو. محشي كرنب، محشي كوسه، محشي ورق عنب، كميه رز قليله كده. طبعا احنا معانا كوسه محشيه جاهزه، بس احنا عايزين نشرح لحضراتكم ازاي نعمل المحشي. لحمه مفرومه كفايه دول امانه يعني. فلفله حلوه اللي هي الهريسه الحمراء دي، بتتباع عند الراجل بتاع العطار او الراجل بتاع السوبر ماركت. شويه بقدونس حلوين، دبس الرمان على الحشوه كده، ويتحط برضو دبس الرمان ده في تحمير الكوسة. بصلاية ناعمة، فص توم ني محترم حلو كده، البهارات بتاعتنا مش هتطلع من الملح والفلفل، ملح وفلفل، شوية بابريكا، الحاجات اللطيفة دي. حلو، شوية الحب بقى داخلة تعملي محشي، فالمحشي بالذات بيحس بالحنيه بتاعت اصابع ايدك كنت بتعمليه، خاصه محشي الكرنب ومحشي الكوسه. ليه؟ انك تنقي الكوسه قد بعضيها من عند الراجل الفكهاني، انت نيتك هنا نيه انك تعملي محشي بالشكل ده كده. من الاخر جوزك واسرتك وضيوفك لما يلاقوا المحشي كله حبه واحده في قلب الصينيه وفي قلب الطبق، ده معناته ان انت مهتمه. خلي بالك الحاجات دي مطلوبه. التوابل بتاعتنا ملح وفلفل، شويه كزبره في قلب الحشو. حلو الكلام. انا مش هحط لا زيت ولا احط زبده، ده المكعبين من الزبده جوه الحشوه دي، دي التركايه. وامسك الخلطه دي يا عم الشيف كلها كده واقلبها. اقلبها مع الزبد. والله حطيت معلقه سمنه بلدي من اللي جايباها حماتك في نهايه الاسبوع وجايه تزورك، الست الطيبه ربنا يخليها لك يا رب، ما بتدخلش بايدها فاضيه. انت كمان تقومي كده وتفتحي الديب فريزر وتفتحي التلاجه، طلعي الحتتين اللحمه اللي في التلاجه، وطلعي شويه الحاجات الحلوه اللي في التلاجه، وتبداي انك تعملي سفره حلو. مش لازم بقى ام امك جايه يا حبيبي، انزل بقى واشتري وهات. الراجل يقول ايه اللي جابك يا حاجه النهارده؟ بقى كنت قاعد في امان الله في يوم الاجازه. لا، انزلي افتحي التلاجه هتلاقي خير ربنا. تفاصيل صغيره اقصد هنا انك انت بالحاجات الماتيريال
والمكونات اللي عندك البسيطة اللي في التلاجة، هتعملوا سفرة بسيطة وسهلة. لحمة مفرومة مش لازم انزل اجيب من عند الجزار بقى، هتنزل هات لي نص كيلو لحم مفروم، ايه انا حطيتش يكملش 100 جرام. شوية الرز، شوية البهارات والاهتمام. كوسة نزلت بنفسي اشتريتها، ملاش حبيت كوسة كبيرة وحبيت كوسة صغيرة، الحاجات دي مطلوبة. كده حتة اللحمة هنا دابت وساحت مع الزبدة مع الرز مع التوابل مع البهارات مع البصلة مع التوبة مع معلقة دبس الرمان، كل ده مع بعض. حلو قوي، دي خلاص مرحلة عدينا منها. حلو الكلام. هنبدأ ان احنا ايه نحشي الكوسة. الكوسة بتشتريها بتجيبي مقورة، في مقورة كده بتاعت الكوسة اللي بتطلع الحشوة بتاعت الكوسة. دلوقتي في ناس عند بتوع الخضار بتلاقي عندهم الطبق فيه كيلو كوسة مع ما متقورة جاهزة بصراحة، يعني انا مبسوط بلاقيها واجيبها جاهزة. او انك تعملها في البيت وبشوكة تقدر تخططيها التخطيطة دي، او بالمقورة بتاعت التقشير بتاعت البطاطس، يعني حاجة من الاتنين، بس بتحطها زي ما هي. ده الاهتمام، ده الحب، دول شوية الحب اللي انا بتكلم عنه، ان الكوسية تتعط بالشكل ده كده. طب انا لو حطيتها سليمة فمش هتقول لا، والكوسة مش هتزعل ولا اي حاجة، بس مفيش اهتمام. ده اللي انا اقصد منه، اللي هي رسالة الحب من المطبخ، مفاتيح السعادة الزوجية، اهتمامك بالحاجة وانت بتعمليها. لو انت بصيتي كده ومعايا الاساتذة المصورين، هتلاقي الكوسة بالمزورة كلها مقاس واحد وحجم واحد، برضو ده الاهتمام، ده اللي انا بقول عليه. ده المطبخ بيبان من عنوانه. حلو الكلام. ناخد الكوسة نحشيها مع بعض واحدة واحدة. كوسه بقى زي محشي الكرنب كده، ما يحبش ان احنا نضغط في الحشوه، نسيب حبات الرز فرصه تفرد عضلاتها جوه عشان لما تستوي تلاقي مساحه. يلا مع بعض. طبعا احنا عاملين شويه هنا معانا زي الفل، تكفي الجيران وتكفي الحبايب. طبعا لما نلاقي على السفره كوسه محشيه، يعني طبق الرز موجود، يعني طبق الخضار موجود من ضمن الاكله، يعني الاكله فيها كل حاجه. محتاجين بقى ايه؟ شويه لحمه، شويه كفته، بوفتيك، فراخ بانيه، سكالوب بانيه. حلو، هنعمل النهارده فراخ مشويه. فراخ مشويه بايه؟ بالاعشاب او بالتتبيله، طريقه الشيف المغازي هنشوف نعملها مع بعض ان شاء الله ازاي. بس احنا هنخلص من المحشي اللي بياخد وقتنا ده كده، ونحطه على النار وننساه. بسم الله. ادي كمان لو انا قعدت احشي الكوسه دي كلها في الحلقه هنضيع وقتنا على الفاضي، بس انا يهمني المضمون، يهمني المعطيات. اصبع صغير كده بدخلها. حلو، محشاش للاخر، اسيب فيها فراغ كده زي الفل. هناخد الكوسه دي يا عم الشيف في الطاسه اللي على النار بمعلقه زيت زيتون، ونشوف هنعمل فيها ايه. نعم، دي لازم تتحمر، لازم تتشوح. زي الفل، عدينا المرحله دي تمام. هناخد هنا عود روزماري معانا وعود زعتر لطيف، ونحطهم على الكوسه هنا. اللهم صل على النبي. وناخد بعضينا ونروح عند النار، وربنا يكفينا شر النار. ادي الطاسة على النار في قلبها كده شوية زيت. ركزي معايا بقى عشان التركاية هنا والتفاصيل الصغيرة هنا. وادي مكعب زبدة صغير بحطه هنا، واخد الكوسة دي احطها هنا. اللهم صل على النبي. هو ده الموضوع، هنا مختلف معاك. الله الله. محمر شويه، تاخد بس لون، تاخد لون يا عم الشيف بس، ونسيبهم ياخدوا لون مع التقليب بقى. يعني بعد ما ياخدوا اللون احنا هنقلبهم. يشيل بقى ليه التفاصيل دي. يبقى قبل ما اخلص موضوع الكوسه عشان اخش في اللي بعده، ايه الصوره الحلوه دي؟ ايه الجمال ده؟ ايه الابداع ده؟ الصورة الحلوة على شاشة القناة الأولى تعني مليون كلمة. كوسة محشية بتفاصيل صغيرة بطعم جديد، دبس الرمان، التركاية هنا في الطعم. زي الفل. تعالوا مع بعض. ايه الحشوة؟ الحشوة هنا شوية رز مصري، لحمة مفرومة، كندوز أو ضاني حطيناهم مع بعض مع التوابل، شوية بقدونس، بلاش الشبت والكزبرة عشان ما تاخدناش على سكة الكرنب، بقدونس بيكفي، وشوية البهارات الحلوين، والمكعب الزبدة اللي أنا حطيته في قلب الرز ده بيخلي جوسي كده مع الحشوة بتاعتنا ويخليها طرية وزي الفل. هنشيل ده من هنا ونخليه على جنب. حلو الكلام؟ حلو الكلام. هنخش في اللي بعده، بس بعد ما نروق المطبخ بتاعنا. الكوسة بتتحمر في قلب الطاسة، حمرنا جزء والجزء الأخير معانا.
في قلب الزعتر، في قلب الروزماري، الكوسة خدت لون. تركيا هنا بقى الكلام، هنا الكلام اللي عايز سؤال. العود الروزماري والعود الزعتر اللي أنا بحمر في قلب الكوسة، أنا عايزه على فكرة أخد الكوسة دي بعد التحميرة الحلوة دي كده، أرصها مع إخواتها هنا اللي أنا حمرتهم بالشكل ده كده. إيه الحلاوة دي يا عم الشيخ؟ إيه الجمال ده؟ طب إيه الفكرة من تحميرك للكوسة يا ست الكل؟ فكرة في إن أنا بدي لحمية الكوسة شخصية، ما تتهريش. الكوسة لما أحمرها بديها شخصية، تقوم تغرق مع صوص الطماطم دلوقتي زي الكوسة اللي قبلها كده، وتلاقي طعمها حلو. مكان تحمير الكوسة، مكان مكعب الزبدة، مكان عود الرزماري، التركاية دي، صوص الطماطم اللي بيغلى على النار، نعمل التركاية دي كده. يلا هنا هنا الصورة تعني مليون كلمة، لما بقول تفاصيل صغيرة ولكن المعنى كبير والطعم جديد. هو بالشكل ده العب، هو ده، هو ده، هو ده. اهو اهو، يا ويلي يا ويلي، ده المطبخ يا اخواني، ده المطبخ. شاروه على السوبر ماركت بقى، واشتري واملى العربيه، وبمشيه جنب العربيه وهي محمله مش باينه منها. الحساب كام يا فندم؟ 5000 جنيه. طلع الفيزا اسحب، اجي اخر الشهر عيط. اهو شويه كوس، عملنا محشي وعملنا عليه حكايه. دوري في الكتاب مش هتلاقي، دوري في الكراس مش هتلاقي. ايه الحلاوه دي؟ على فين هي استوت كده يا شيف؟ لا هي خدت تحميره، خدت شخصيه، غرقتها في صوص طماطم مكلف. هنحطها في الفرن ونسيبها تعيش مع نفسها بقى في درجه حراره 180. الله، زي الفل. نروع على الصينية عشان الحاجات الصغيرة دي ممكن تبقى تسود لي البايركس بتاعي، الحاجات اللي بتنضفيها وهي زي ما هي كده، ده كويس. الله، والله يا شيف انت ريحتني من غلبة، واجيب حلة واحط الكوسة وتتكسر مني وتتهري مني. يا ست الكل، وتقدميها في نفس الطبق ده، وصوص الطماطم ده لما تعمليه بنفس الطريقة وبنفس التركاية دي، قولي لي رأيك فيه. أنا مش عايز غير الكلمة الحلوة بس على السوشيال ميديا. الكلمة الحلوة دي بمثابة دفعة قوية، بمثابة بنزين عيار 95 بتاع الطيران. هناخد الكوسة دي زي ما هي كده وندخلها الفرن. أهي بص على الحلاوة دي، مكانها فين يا غالي؟ مكانها في أرضية الفرن، نسيبها تغلي. اللهم صل على النبي. لا ده فيها تفاصيل كتيرة دي بقى، دي فيها خبرة طاوية بتاعت السنين كلها. محشي كوسه بالطماطم، الكوسايه قد الكوسايه، يعني مفيش لا واحده كبيره ولا واحده صغيره. العب. وصوص الطماطم ده مش في الكراس ولا في الكتاب. هو ده. يلا. هو ده. العب. هو ده. طيب اللي انا لو انا حمرتها يا عم اشرف قبل ما احشيها، الكوسه مش هعرف احشيها، دي رقم واحد، رقم اثنين، فلازم هي تمسك نفسها والحشوه جواها، تقوم اللحمه تاخد الصدمه الناريه تثبت جوه الحشوه. ربنا يثبت قولك عند الحق ان شاء الله. اللهم صل على النبي. كوسه محشيه بتفاصيل صغيره، بص على الحلاوه والشقاوه. اهو اهو، هتجيب الصوره فين ولا فين بس؟ قول لي قول لي ولا تخبيش يا زيان. ناخد الفراخ بقى كفايه عليها كده. ايه رايك ادخلها الفرن؟ عايز ادخلها في الفرن في الوقت المتبقي. العب. اهو اهو اهو، بدلعك النهارده انا. حلو، عايز اعمل الطحينه. اللهم صل على النبي. اشيل الفراخ؟ حاضر. والله مخرج شاطر والله. شفت الراجل اللي بيحب شغله ممكن يهاجم علشان تطلع الصوره حلوه.